نظمت مجموعة هواة الطيور الناطقة بالكويت تجمعا لها بمشاركة محترفي التصوير الفوتوغرافي. التجمع أقيم في حديقة مشرف. وسط أجواء عائلية وترفيهية، خرج عدد من هواة تربية الطيور الناطقة إلى الهواء الطلق على أرض حديقة مشرف للمشاركة في فعاليات أكبر تجمع لهواة الطيور الناطقة في الكويت بحضور نخبة من محترفي التصوير الفوتوغرافي. الحمد لله رب العالمين، هذا آخر تجمع في هذا الموسم. طبعا تجمعات الماضية لاحظتوا غطينا تقريبا أغلب الأماكن. الأجواء دائما في التجمعات عائلية بسيطة. هذا التجمع الأخير غير رسمي، تجمع مثل ما تقول بسيط زين، لكن هو الختامي. تعد هواية تربية الطيور الناطقة من الهوايات القديمة والمتوارثة بين شعوب العالم حتى الآن، حيث تأسست الجمعيات والمجموعات والأندية المتخصصة لرعاية هذه الطيور بأنواعها وأشكالها المختلفة والتشجيع على تطوير الأنواع النادرة منها. جدا سعيدة بحضوري إلى اليوم. الحلو بالموضوع أن الأطفال مستمتعين بطريقة غير اعتيادية. الصراحة أنا من زمان كنت أدور هذه المجاميع. نستغل الفرصة حتى أن نطلع طيورنا في هذه الأجواء تتشمس، تطقها الهواء، تغير جو البيت، فهذا كله مطلوب منا إحنا كهواة وحق الطيور نفسها. فنتشارك في هذه الهواية مع الجروب، ويجوننا جروب مصورين يأخذون أجمل لقطات حق الببغاوات. الطيور الناطقة هي تلك الطيور التي تتمتع بمقادير مختلفة من الذكاء والمقدرة على التواصل مع الآخرين من خلال تقليد بعض الكلمات والجمل من كلام البشر.